او تحط ثقتها بين يوم وليله، بتحتاج شويه الطريق ومشوار. لكن كولر من اول ماتش ليه لو تفتكر اتحاد من السيري ودخل، يعني ما تفهمش الكيمستري او الكيمياء بيننا ظبطت، وحقيقي طول مشواره مع الاهلي واحنا حاسين ان المدرب ده فاهم عقليه جماهير النادي الاهلي وفاهم طبيعه شخصيه النادي الاهلي وكره الاهلي المفترض يقدمها، باستثناء اخر ثلاث ماتشات كره الاهلي مش هي كره الاهلي. سيبك من النتائج، انا بتكلم على اداء، على شكل، على شخصيه الاهلي في الملعب. ثلاث ماتشات لعبتهم باستثناء يمكن الشوط الاول في ماتش سيمبا شويه، بعد كده حسينا انه الاهلي وكانه في حاجه غلط. شفت ده ازاي؟ وشفت تعامل كولر مع الثلاث ماتشات اجمالا ازاي؟ شفت ان كولر بيتعامل مع الثلاث مباريات بكل مباراه بطريقه مختلفه. يعني هو بيشوف طريقه اللعب بناء على الخصم. هو في دوري السوبر الافريقي المنافسين برضو لازم نتكلم ان المنافسين اقوياء، يعني حتى سيمبا التنزاني اللي احنا صعدنا وقابلنا سان داونز هو نسخه مصغره من سان داونز، فالمنافس مختلف. في نفس الوقت انت عندك ضغط، لان انت عندك برضو كان اللعيبه جايه لك مجهده من المنتخب، فده برضو مؤثر جدا بالنسبه لطريقه اللعب والتشكيل. وعندك برضو يعني الموضوع امام عاشور او غيابه عن مباراه سان داونز برضو مؤثر جدا. فكل ده اعتقد كولر اثر عليه في الثلاث مباريات اللي احنا بنتكلم عنهم. لكن الفرق اللي زي سان داونز، الفرق زي سيمبا، فرق بتلعب كره على الارض وفرق بتلعب كره بطريقه متعبه، فالفرق دي ليها طريقه لعب مختلفه. واعتقد ان هو في المؤتمر الصحفي بيراهن على حاجتين، الجمهور رقم واحد، ورقم اثنين شخصيه البطل اللي عند النادي الاهلي، وده فعلا رهان كبير جدا. فطريقه لعبه في الثلاث مباريات دي اعتقد هتتغير تماما في مباراه غدا ان شاء الله. وانا بشوف ان كل زي ما احنا جمهور النادي الاهلي وثق فيه تماما، الثقه هترجع بكره ان شاء الله، وهو هيعتمد على ان هو يضغط فريق سان داونز انه يرجع شخصيه النادي الاهلي تاني اللي ممكن تكون اتهزت شويه في الثلاث مباريات. طيب تعالوا نفكر مع بعض كده، رولاني موكوينا اللي احتفل احتفال كبير جدا بعد نهايه المباراه، ولتصريحاته اللي بيقولها في وسائل الاعلام تحسسك كما انه لو ضمن التاهل بالفعل لمواجهه النهائي. لكن قبل ما